مرحبا الساع، يا هلا والله ابرك الساعات، يا هلا ابو اسامة، يا مرحبا، شو الامور؟ كم التاريخ اليوم؟ 9/2/2019، يعني وقت وتاريخ مميز جدا. وشرفوني ابو اسامة وابو عبد الله احمد بن علبك الاملح العنزي، وابو اسامة مشعل بن سعود العراطي، ابرك الساعات، وطبعا ابو فهد قاعد يلعب ببجي. يا هلا يا مرحبا، هذا ابو معاذ، والسلام والختام، حياكم. بعد ان شاء الله الاسبوع هذا الشباب بيزورونا وين؟ بالدبدبه ان شاء الله، باذن الله. ها، والسلام والختام.